استاذ إيلي، اين نحن الان من الاتفاق اللبناني الاسرائيلي؟ مساء الخير لحضرتك، للمشاهدين ولضيوفك الكرام. شرف لإلي طل عبر شاشه تبث من عاصمه وبلد عزيز كثير على قلبنا شرف لينا يا فندم. عم تحكوا بشيء غير موافق لي وغير مطابق لما حصل في بيروت. يعني لا، هو احنا بنحكي بشيء غير واقعي الحقيقه، بس لا هو مش بس غير واقعي، انا بدي اقول لك انه الانباء والاخبار التي سرت بانه هناك اتفاق حصل هو بالواقع، راح روح على سبيل النكته، يقال بانه احدهم قال ساتزوج ابنه الملك، انا واهلي وافقنا، لكن يبقى موافقه ابنه الملك والملك. فهذا ما حصل في بيروت باختصار حول الاتفاق المزعوم. لم يحصل اي اتفاق. المندوب الامريكي او موفد الرئيس الامريكي الذي حضر الى بيروت وهو كان عم يعمل جولات مكوكيه، بالاونه الاخيره حمل معه طلبات عاليه المستوى. من الاول عارفين ومتيقنين بانه لا يمكن تطبيق هذه الشروط الموضوعه من قبل الاسرائيلي، وبالاساس وضعها الاسرائيلي حتى لا يتم الموافقه عليها من قبل الجانب. لكن ورد هلا بسياق الحديث وحضرتك اللي عم بتديره انه صحيح المعركه والحرب في لبنان ليست بين حزب الله واسرائيل، هي حزب الله هو يشغل من قبل الايرانيين، الحرب الحقيقيه هي بين ايران واسرائيل. لذلك الطابق في الملعب الخطا اليوم، وبالتالي اي ضغط بده يحصل يجب ان يحصل باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. من يقاتل هنا ولو كانوا بعض أجساد لبنانيين والدم لبناني، لكن المعركة والمصالح هي مصالح إيرانية من الأول ومن الآخر. بس تتحمل وزر أو يعني عبء هذه المصالح من الأول للآخر أيضا لبنان والشعب اللبناني. ما ذنب الشعب اللبناني حتى يعني تغير عليه إسرائيل نهارا ليلا، وإحنا بنتكلم دلوقتي في غارة على بيروت؟ ما ذنب الأطفال أنهم بيقتلوا نهارا جهارا صباحا مساء وفي كل وقت وحين؟ يعني الحقيقة المسألة في حاجة إلى زي ما كان بيقول أستاذ خلف يعني عضو البرلمان اللبناني أنه نريد ترميم الشرعية الدولية. فحتكلم على يعني باللهجة اللبناني، شوف عم بيحكي، شوف مين عم بيحكي يعني. إذا عايز لا بس, بس 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 دعني هنا لو قطعتك من بعد هلأ بحديثك جعلتني أعود عقود من الزمن لأستذكر كلام قاله الرئيس الراحل أنور السادات، ارفعوا ايديكم عن لبنان، وعاد كرر ذات العباره كمان الرئيس الراحل رحم الله الرئيسين حسني مبارك اللي كمان كرر هذه العباره ارفعوا ايديكم عن لبنان، وهي سياسه مصريه مستقره سيد إيلي. يعني صحيح يعني صحيح. مصر ضد اي تدخلات خارجيه في اي شان لاي دول لا شك. لكن بدي اقول لك بهذا الموضوع بانه صحيح اسرائيل وكلنا مسلمين جدلا بانه هي عدو، لكن للأسف يفتقد معظم الساسة اللبنانيين إلى الجرأة الأدبية والسياسية، ولا يفقهون مرامي السيادة والكيانية، يدورون الزوايا لأن البعض منهم يقف على أبواب لاستجداء مقعد من هنا أو مقعد من هناك، وهذا الكلام للأسف يسري على معظم السياسيين. لا هو 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 طبعا في مناقشة في السياسة الداخلية اللبنانية، لا أعتقد أن هذا موضعها، وأن الطبقة السياسية اللبنانية وما إذا كانت هذه الطبقة يجب أن يعني تستمر بشكلها الحالي أم لا، بس هذا شأن آخر. لا أعتقد لا أنا لحظة، أنا أشرت إلى ما أشرت إليه لحتى أقول لك بأنه ما كان ليتفلت أو لتتفلت ميليشيا حزب الله من عقالها ولا تنضبط تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية. لو كان عندنا حكم مركزي قوي وقادر، مش متروك مش مهمل، تركوا هذه الميليشيا وهذه المنظمة العسكرية الممولة والمشغلة من قبل إيران لعقود من الزمن حتى وصلنا إلى وصلنا إليه. بشكرك. هذا اللي عم أقوله. بشكرك.